السلام عليكم. النهاردة هنكمل اللي احنا بدأناه واشتغلنا فيه قبل كده. احنا كنا اتفقنا ان احنا عندنا سيستم، وبتبقى دي اللي هي حدود السيستم او الباوندري بتاعت السيستم، وعندي حاجة اسمها سراوندينج، وان ممكن يتبادل السيستم مع السراوندينج ماس او هيت او ورك. وكنا اتكلمنا عن اشكال الشغل الثلاثة وازاي نحسبها. النهاردة بقى عايزين نتكلم عن الماس. الماس دي يا جماعة بتبقى شايلة طاقة شكلها ايه؟ ده سؤال مهم قوي. اشكال الانرجي اللي بتبقى ايه مع الماس، ها؟ مع الماس يعني الجزيئات دي شايلة طاقة شكلها ايه، وهي داخلة وهي خارجة، غير الماس اللي جوه السيستم. فلازم نعرف احنا لما نيجي ندرس الطاقة في حاجة اسمها ماكروسكوبيك انرجي فورمز، وفي حاجة اسمها مايكروسكوبيك انرجي فورمز. بصوا عشان نفهم الفرق، هنقول ان احنا عندنا جزيئات داخل باوندري بالشكل ده، في جزيئات هنا اهي بالشكل ده بتتحرك. فالجزيئات دي بطبيعتها عندها كاينتيك انرجي، صح؟ عندها ايه؟ كاينتيك انرجي، طاقة حركة. عندها بوتنشال انرجي، طاقة وضع. كل جزيء عنده طاقة مختلفة عن التاني، يعني الكاينتيك اللي عند الجزيء ده غير اللي عند الجزيء ده، البوتنشال اللي عند الجزيء ده غير اللي عند الجزيء ده، معايا؟ وهكذا. وكمان هنزود على ده ان في بوند انرجي، الطاقة اللي هي بين الروابط، كيميكال انرجي زي ما تقول بقى، ها؟ كل دي اشكال للطاقة اللي عند الجزيئات وهكذا اللي موجودة داخل حدود السيستم دي. لو انا هتعامل مع كل جزيء لوحده، ها، كل جزيء على حدة، يبقى انا بتعامل مايكروسكوبيك، ودي اشكال الطاقة اللي عند الجزيئات منفردة، يعني زي الكايناتيك، زي البوتنشال، زي البوند، زي الكيميكال، دي كلها كده نقول عليها ايه؟ مايكروسكوبيك ايه؟ انرجي فورمز. اتفقنا؟ لو جينا بقى جمعنا كل ده هيطلع لي طاقة اسمها الانترنال انرجي، اللي احنا هنرمز لها يو. ايه بقى الانترنال انرجي دي؟ هي السميشن بتاع كل الكلام ده، هي السميشن، ها، بتاع السميشن بتساوي سميشن اهي اليو بتساوي سميشن بتاع الكاينتيك، بتاع البوتنشال، بتاع البوند، بتاع الكيميكال، وعد زي ما انت عايز، بتاع كل اشكال الطاقة اللي عند الجزيئات دي. اتفقنا؟ طيب انا لما اجي اتعامل مع سيستم زي ده واقول عنده انترنال انرجي كذا، هل انا اهتميت بكل جزء لوحده ولا بتكلم على الجزيئات ككل؟ بتكلم على الجزيئات ككل، وبالتالي ده يعتبر ما يسمى بالماكروسكوبيك انرجي فورم، اللي هو شكل الطاقة، ها، اللي بتبقى عند الجزيئات كايه؟ ككل، مش كان عند كل جزء ايه لوحده. واضح؟ يبقى الماكروسكوبيك انت بتتعامل مع الكل، مع البلك، مع الجزيئات بقى كلها كده على بعض، عندها طاقه عامله ازاي، عندها مثلا اي رقم 1000 جول انترنال انرجي، خلاص ده اللي عند الجزيئات ككل. ال1000 جول دول بقى جواهم ايه؟ جواهم كاينتيك وبوتنشال وي 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 وي. فكل جزيء لوحده عنده طاقه عامله ازاي، كده انت بتتعامل مع مايكروسكوبيك. يعني مايكروسكوبيك صورة دقيقة شوية، إنما الماكروسكوبيك صورة عامة. أنا بقى بتعامل في الثيرموداينامكس دايما بالصورة العامة، أنا ما يهمنيش كل جزء عنده قد إيه، لكن أنا بيهمني الجزيئات دي ككل كده عندها طاقة عاملة إزاي. واضح؟ طب سؤال، هل ممكن الكاينتيك إنرجي تبقى ما هو ده أول شكل اللي هو الإنترنال إنرجي، أول شكل من أشكال الماكروسكوبيك، هل ممكن الكاينتيك إنرجي تبقى ماكروسكوبيك؟ هل ممكن الكاينتيك إنرجي تبقى ماكروسكوبيك؟ عادي جدا. يعني الكاينتيك انرجي
شكل من اشكال الماكروسكوبيك، ماكرو مش مايكرو، ها، الكاينيتيك انرجي. ازاي يا باشمهندس؟ هقول لكم، هديكم مثال كده عايز اوضح بيه انا عايز اقول ايه. عندنا اتوبيس، بحب قوي انا المثال ده الصراحه. اتوبيس، الاتوبيس ده واقف لكن الناس بتتحرك. اذا الناس دي عندها ايه؟ طاقه حركه. لكن ككل الاتوبيس، ها، باللي فيه ما بيتحركوش، صح ولا لا؟ دي بقى اللي هي بيقولوا عليها البالك موشن. البالك موشن هي الحركه بتاعت الجزيئات ككل. فخلينا نتفق ان الناس دي كان كل واحد عنده كاينتيك انرجي مختلف عن التاني، لكن لو الاتوبيس ده اتحرك ككل كده بقى في كاينتيك انرجي ليهم كلهم، ملهاش دعوه بالكاينتيك انرجي اللي عند كل جزيء لوحده. طب ناكد على الكلام، يبقى في اتنين كاينتيك انرجي، واحده لكل جزيء لوحده، ودي مايكروسكوبيك انرجي فورم، ودي موجوده فين بقى؟ في شغلنا احنا، جوه اليو، يعني مش هنبص لها تاني. في بقى كاينتيك انرجي للي عند الجزيئات ككل، هي دي اللي بنتعامل معاها. ونفس الكلام مين؟ البوتنشال انرجي، في بوتنشال انرجي برضه، بس لما تكون بتتكلم على الجزيئات ككل. هفهمكم انا عايز اقول ايه برضو بمثال تاني. لو قلنا ان انا عندي خزان، بس الخزان ده ما بيتحركش، في جزيئات جوه الخزان، ها، يا ترى الطاقه اللي عندهم كماكروسكوبيك ايه؟ الجزيئات دي بتتحرك، ها، عندها كل اشكال الطاقه اللي تيجي في خيالك. يلا احنا بقى لما نتكلم نقول الجزيئات دي عندها طاقة اسمها ايه؟ عندها internal energy، بس انتهى. طب لو افترضنا ان التانك ده، ها، كان محطوط على العجل وبيتحرك، مش كده الجزيئات دي خدت kinetic energy ككل؟ يبقى عندهم kinetic energy. طب لو قلنا ان التانك ده اترفع، مش كده الجزيئات ككل اكتسبت طاقة وضع؟ يبقى عندهم بوتنشال انرجي، وبالتالي تبقى هي دي التوتال انرجي اللي عند الجزيئات كماكروسكوبيك انرجي فورم. واضح؟ ودي حالة نادرة اني قابلك في شغلنا خزان، في شغلنا كمسائل يعني تخص المادة بتاعتنا، يعني اني قابلك خزان بيتحرك او بيترفع. هو دايما الخزان بيبقى ثابت في مكانه، وبالتالي دايما، ها، اف لو قلنا ان the tank is at stagnant، لما يبقى الخزان ده at stagnant ما بيتحركش، بالتالي تبقى التوتال انرجي، ها، التوتال انرجي اللي عند الجزيئات هي نفسها مين بقى؟ الانترنال انرجي بس. واضح؟ هتبقى ساعتها اي تاني اي التوتال انرجي اللي عند الجزيئات هي الانترنال انرجي فقط، ده لو at stagnant. لكن لو بيتحرك بيبقى التوتال انرجي هي مجموع مين بقى؟ مجموع الكاينتيك والانترنال والبوتنشال. طبعا الكلام ده كماكروسكوبيك. طب والكاينتيك انرجي والبوتنشال يا جماعه اللي عند كل جزء لوحده، دي جوه اليو، ها، اتفقنا؟ طيب يبقى احنا كده عرفنا عن ايه ماكروسكوبيك ويعني ايه مايكروسكوبيك انرجي فورمز، وعرفنا ايه هي الانترنال انرجي وايه هي الكاينتيك وايه البوتنشال. ما تنساش برضو ناكد تاني ان اي طاقه بتبقى اليونت بتاعتها ايه؟ الانرجي، بتبقى اليونت الستاندرد بتاعتها ايه؟ اللي هي الجول. اتفقنا؟ طيب بعد ما اتعرفنا على الكلام ده تعالوا نقول بقى، طب لو انا يا باشمهندس كان عندي جزيئات في حاله سريان، ات فلو، حالة سريان، يعني عندي مثلا ماسورة كده أو ضغط وفي فلو في الضغط ده أهو، اتفقنا؟ إيه اللي هيحصل؟ هل زي الجزيئات لما تبقى جوه خزان؟ هل نفس الطاقة؟ هل الطاقة اللي عندك وأنت قاعد زي الطاقة اللي عندك وأنت بتتحرك، ولا بتزيد عشان تتحرك؟ بتبقى بتزيد، صح ولا لأ؟ فلازم نعرف إن في حاجة اسمها
فلو انرجي، فلو انرجي دي بتزيد على الجزيئات لما يكونوا في حالة حركة. يعني ما يبقى عندي جزيئات اهي، اهي دي الجزيئات اهي، والجزيئات دي طبعا ليها حركتها الطبيعية بتاعتها، الى جانب ان هما ايه غير حركتهم كل واحد لوحده، دي هما اصلا ماشيين في سريان في فلو. ها طيب، تزيد عليهم فلو انرجي اللي هي طاقة السريان، الطاقة اللي بتخلي الجزيئات دي تقدر تمشي، تقدر تتحرك. ودي على فكرة احنا بنقول عليها بي في، بتساوي البي ده اللي هو البريشر، والفي ده اللي هو الفوليوم. ودي جت منين دي يا باشمهندس؟ هقول لك. لو افترضنا ان ده حيز الجزيئات اللي انا هتعامل معاه، او دي كمية الجزيئات، الكمية دي عشان تتحرك وتمشي تبقى هنا مثلا معايا، هي قطعت مسافة ايه اس، وبذلت فورس ايه اف. اذا في شغل بذل قيمته ايه بقى؟ فورس في اس، صح؟ طيب، واحنا عارفين ان الفورس بريشر في ايه، في اريا في اس. طيب، وعارفين كمان ان لو انا عندي اريا والاريا دي اتحركت مسافة اس، ها بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي فوليوم. يعني معنى كده ان الشغل اللي بذلته الجزيئات عشان تتحرك من هنا لهنا هو قيمته ايه؟ بي في في، صح ولا لا؟ طيب، يبقى اذا الجزيئات عشان تمشي محتاجة حاجة اسمها ايه بقى؟ حاجة اسمها فلو انرجي، ها؟ قيمتها بي في في. طيب، دي طاقة بتبقى عندهم كلهم غير الانترنال انرجي. يعني الجزيئات دي اللي في حالة حركة دي، مش يا جماعة عندها كينيتك انرجي؟ طيب، مش عندها بوتنشال انرجي؟ كل جزء لوحده مش ممكن يبقى عندهم بوند؟ مش ممكن يبقى فيه كيميكال؟ ممكن كل حاجة، صح ولا لأ؟ طيب، مجموع ده كله اللي احنا قلنا بنسميه ايه؟ بنسميه الانترنال انرجي. يعني معنى كده يا باشمهندس ان الجزيئات اللي بتتحرك عندها ايه؟ عندها انترنال انرجي، صح؟ وعندها ايه كمان؟ وعندها فلو انرجي. يبقى لما يكون في جزيئات بتتحرك هي عندها انترنال انرجي، كمان عندها انترنال انرجي، وكمان عندها ايه؟ فلو انرجي. طب انا بقى لما يبقى عندي جزيئات بتتحرك هقعد اقول دي عندها انترنال انرجي وعندها فلو انرجي؟ لا، هنقول على طول عندها انثالبي. انثالبي يبقى اذا الانثالبي اللي احنا بنرمز لها اتش كابيتال، ها، هي عباره عن الانترنال انرجي بلس الفلو انرجي. يعني الانثالبي هي مجموع الطاقه الداخليه للجزيئات زائد الطاقه ايه كمان، ها، من ضمنها ايه بقى؟ الطاقه اللي بتخليهم يقدروا يبقوا في حاله سريان، اللي هي الفلو انرجي، اللي ساعات بيسموها الفلو انرجي، على فكره ساعات بيسموها البريشر انرجي، ساعات في ناس تقول عليها كده طاقه الضغط، لان هي الحقيقه متمثله في الضغط بتاع الجزيء نفسه. واضح؟ واضح الفرق بين الانترنال انرجي والانثالبي؟ طيب، هنشوف ده مع بعض كمان شويه، بس خلينا نلخص الكلمتين دول كده في معادله بسيطه، ان الانثالبي بتساوي ايه؟ الانترنال انرجي بلس ايه؟ بلس البي في. صح؟ مش احنا قلنا ان الانثالبي هي عباره عن الانترنال انرجي زائد الفلو انرجي، يبقى الاتش بتساوي يو بلس بي في. ما تنساش الانثالبي دي طاقه، والفلو انرجي طاقه، والانترنال انرجي طاقة. واضح؟ طيب، جميل قوي. تعالوا عشان نفهم الكلام ونتأكد ان احنا فهمناه. لو انا عندي بقى سيستم، اوبن سيستم، سيستم بالشكل ده، فالسيستم ده كان فيه ماس هنسميها ام واحد، بقى فيه ماس ام اتنين. طب الماس اللي غير الماس، اللي غير الماس ان فيه ماس داخلة ام ان، وفي ماس خارجة ام اوت. احنا هنتكلم على جنرال كيس، على حالة عامة، جنرال كيس. اوكي، اهو. طبعا الجنرال كيس هو اوبن ان ستيدي ستيت ان ستيدي فلو سيستم، ها. طب يلا بينا بقى. ام واحد دي عندها طاقة اسمها ايه؟ انترنال انرجي واحد. مش دي موجودة جوه الباوندري؟ يعني ما هياش في حاله سريان، عندها طاقات كتير قوي، مجموعها اسمه ايه؟ يو واحد. طب وام اتنين دي عندها طاقه اسمها ايه؟
برضو دي نفس القصة، عندها يو 2. اما الام ان بقى، ام ان عندها ايه اللي داخله دي؟ دي بقى عندها ايه؟ انثالبي داخله، صح؟ طب وام اوت يبقى عندها ايه؟ انثالبي خارجه بس. هل انثالبي بس ولا ممكن يبقى عندهم كمان كاينتك اللي داخلين دول؟ خلي بالكوا كاينتك از ماكرو غير الكاينتك اللي موجود جوه الانترنال انرجي اللي هي جوه الانثالبي. ها دي كاينتك انرجي ليهم كلهم وبوتنشال انرجي ليهم كلهم، بوتنشال انرجي ليهم كلهم، واضح؟ يعني الجزيئات اللي داخله دي اللي في حاله سريان، ثانيه واحده، الجزيئات اللي في حاله سريان داخله على السيستم دي، ها اللي هي ام ان، ممكن يبقى عندها انثالبي، ممكن يبقى عندها كاينتك. خلي بالك كاينتك ليهم كلهم تاني، باكد، غير الكاينتك اللي عند كل جزيء لوحده، اللي عند كل جزيء لوحده ده جوه اليو اللي هي جوه الاتش، كمان عندهم بوتنشال انرجي نفس الكلام، لانهم طبعا يعني ايه عندهم كاينتك؟ يعني داخلين بسرعه معينه. يعني ايه عندهم بوتنشال؟ يعني داخلين من ارتفاع معين، والارتفاع بنسميه زد. ها طيب اللي خارجين بقى، الماس اللي خارجه دي ممكن يبقى عندها انثالبي، ممكن يبقى عندها كاينتك برضه ليهم ككل اهو، لانهم في حاله سريان نتيجه السرعه، ممكن يبقى عندهم بوتنشال نتيجه الارتفاع بتاعهم، واضح؟ واضح؟ تمام. تعالوا نشوف ده ازاي. نرجع تاني لما تبقى الجزيئات في حاله فلو، لما تبقى الجزيئات في حاله فلو بطبيعه الجزيئات هي بتتحرك وعندها طاقه حركه، ودي موجوده فين؟ كل جزء لوحده، دي جوه اليو اللي هي جوه الاتش. طب هسال سؤال، لو عندي جزيئات ماشيه بنفس الظروف كبريشر وتمبرشر وكل حاجه بس ماشيه بسرعه 1 متر في الثانيه، وجزيئات تانية ماشيه بسرعه 10 متر في الثانيه، مين عنده طاقه اكتر؟ اللي ماشيه ب 10 متر في الثانيه، مع انهم عندهم نفس الضغط ونفس درجه الحراره ونفس كل حاجه. يعني معنى كده اللي عايز اقوله انهم عندهم نفس الانثالبي لكن مش عندهم نفس الكائناتك. عشان كده لما تيجي تتكلم على جزيئات في حاله حركه وتقول لي ايه هي بقى، ايه هي التوتال انرجي اللي ممكن تبقى عند جزيئات في حاله حركه، ايه هي؟ مبدئيا كده الانثالبي، ها، اللي هي عباره عن انترنال انرجي زائد فلو انرجي، خلاص خلصت منها. كمان ممكن يبقى عندهم كائناتك، كمان ممكن يبقى عندهم ايه؟ بوتنشال. يعني لو عندي ماسورتين، ماسورتين بس في واحده اعلى من الثانيه وماشي فيهم نفس الجزيئات بنفس السرعه بنفس الضغط بنفس كل حاجه، هل عندهم نفس الطاقه ولا الجزيئات الاعلى عندها طاقه اعلى؟ الجزيئات الاعلى عندها طاقه اعلى، اذا عندها بوتنشال انرجي اعلى. اذا لما تيجي تتكلم على جزيئات في حاله سريان لازم تاخد بالك ان ممكن يبقى عندها انثالبي وممكن يبقى عندها كاينتك وممكن يبقى عندها بوتنشال از ماكروسكوبيك. ها انا باكد على النقطه دي، لو حد عنده مشكله فيها برضه يبقى يسالني، واضح؟ طيب تعالوا نتكلم عن قانونين مهمين قوي. القانون الاولاني اسمه ماس كونزرفيشن لو، ماس كونزرفيشن لو، ده قانون حفظ الطاقه، سوري حفظ الكتله، ان الكتله محفوظه. الكتلة على فكرة زيها زي الطاقة يا جماعة، لا تفنى ولا تستحدث من عدم ولكنها تتحول من صورة إلى صورة أخرى. يعني الماس مش هتضيع ومش هتتخلق من مفيش، كل الحكاية إن شكلها هيتغير، شكلها بس هو اللي إيه اللي هيتغير، واضح؟ يعني ممكن تبقى سوليد، تبقى ليكويد، تبقى فيبر، لكن مش هينفع تضيع ومش هينفع تتخلق من مفيش. ده قانون اسمه ماس كونزرفيشن لو. وبالتالي أنا لو طبقت الماس كونزرفيشن لو على السيستم اللي قدامي ده، مش انا كان عندي ماس ام 1 جوه السيستم دخل عليها ماس ام ان خرج منه ماس ام اوت، هيديني الماس اللي اتبقت جوه السيستم ولا لا، جوه حدود السيستم بتاعي، واضح؟ هو ده كده تطبيق الماس كونزرفيشن لو، ان اللي كان موجود زائد اللي دخل ناقص اللي خرج يديني اللي اتبقى، واضح؟
تعالوا نطبق بقى الـ energy conservation law. الـ energy conservation law على نفس السيستم. مين بقى الـ energy conservation law ده؟ قانون حفظ الطاقة، اللي هو مين بقى؟ الـ first law of thermodynamics. الـ first law of thermodynamics هو ده قانون حفظ الطاقة، اللي بيقول ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، ولكنها تتحول من صورة الى صورة اخرى. يعني انك تيجي تقول لي انك انت هتخلق انرجي وهي اساسها ما كانش طاقة، يبقى انت بتهزر. هي ممكن تبقى طاقة بس في صورة مش مستفاد بيها، وانا احولها لشكل ايه مفيد بالنسبة لي. واضح؟ يبقى الطاقة لا تفنى، ما بتخلصش، هي كل حاجة شكلها بيتغير. امال يعني ايه طاقة بتضيع يا باشمهندس؟ هقول لك، الطاقة بتضيع يعني كان شكلها مفيد بقى شكلها مش مفيد ولا يمكن الاستفادة بيه مرة أخرى. واضح؟ يبقى الطاقة لا تفنى، هي ما بتفناش، ما بتضيعش، هي الفكرة إن هي شكلها بيبقى مش مفيد بالنسبة لنا. واضح؟ يبقى لا تفنى ولا تستحدث من عدم، ما ينفعش تطلع طاقة من مفيش. أوكي؟ لكن تتحول من صورة إلى صورة أخرى، ممكن تغير في شكلها من ضمن زي الأشكال اللي إحنا كنا اتكلمنا عليها أول مرة خالص اتقابلنا. معايا؟ طب لما اجي اطبق الانرجي كونزرفيشن لو، انا هقول ايه؟ الطاقه اللي موجوده عند السيستم زائد الطاقه اللي ممكن تدخل على السيستم ناقص الطاقه اللي تطلع من السيستم يديني الطاقه اللي اتبقت عند السيستم. اهو ده الانرجي كونزرفيشن لو. طب واحده واحده، هي الطاقه اللي كان بيمتلكها السيستم، اللي هي بنتكلم عن مين؟ بنتكلم على الكتلة اللي موجودة جوه حدوده، دي عبارة عن ايه دي؟ مش عبارة عن internal energy؟ صح ولا لأ؟ طيب الطاقة اللي ممكن تدخل السيستم اللي هي ايه؟ ها؟ واحد هيرد عليا اهو، هيقول لي انصلبي اللي مع الماس اللي داخلة، هقول له تمام. هيقول لي وكاينتك، ما هو ممكن الماس دي تبقى شايلة كاينتك، هقول له تمام. هيقول لي والبوتنشال اللي داخل مع الماس اللي داخلة، هقول له تمام. بس لا يا راجل، ده ممكن يبقى كمان فيه، ممكن كمان يبقى فيه ايه؟ ممكن كمان يبقى فيه ورك داخل، ورك داخل، ممكن كمان يبقى فيه هيت داخله، صح؟ ممكن يبقى فيه ورك خارج، ممكن يبقى فيه هيت ايه؟ خارجه، صح ولا لا؟ طيب يبقى المفروض كمان تزود هنا ايه كطاقه داخله؟ تزود الشغل اللي داخل باشكاله، وتزود الهيت اللي داخله كل اشكالها. واضح؟ يبقى كده جبنا الطاقه اللي داخله ولا لا؟ طيب ماينس الطاقه اللي خارجه من السيستم، اللي هي خارجه مع الماس كانسلبي او ككاينتيك او كبوتنشال، ده خارج مع الماس، صح؟ او كشغل خارج من السيستم، او كهيت، او كشغل خارج مع السيستم، او كهيت خارجة من السيستم. واضح؟ يبقى كده قلنا ايه؟ انرجي واحد اللي هي الانترنال انرجي، انرجي ان اللي هي كل ده، انرجي اوت اللي هي كل ده. يبقى اللي كان موجود زائد اللي دخل كطاقة ناقص اللي خرج هيديني الطاقة اللي اتبقت عند الجزيئات اللي لازالت جوه حدود السيستم، واللي هي تعتبر انترنال انرجي. واضح؟ طيب تعالوا بقى نرتب المعادلة دي، نخلي الهيت والورك في ناحية والباقي في ناحية. فانت هتلاقيك بتقول ايه؟ الورك اللي دخل ناقص الورك اللي خرج زائد الهيت اللي دخلت ناقص الهيت اللي خرجت هيديني، دول زي ما هما لازالوا في الشمال، هيديني يو 2 ماينس يو 1، صح؟ فرق الانترنال انرجي زائد هيديني اتش اوت ماينس اتش ان، انا برتب كل حاجه مع اللي تخصها، زائد الكاينتيك انرجي اللي خرجت ناقص الكاينتيك انرجي اللي دخلت، صح ولا لا؟ زائد البوتنشال انرجي اللي خرج ناقص البوتنشال انرجي اللي دخل. بصوا بقى كده، بص المعادلة بقت عاملة ازاي؟ طب نظبطها أكتر تاني. أهو الورك اللي دخل ناقص الورك اللي خرج
زائد الهيت اللي دخلت ناقص الهيت اللي خرجت هيديني فرق الانترنال انرجي او التغير في الانترنال انرجي من واحد لاتنين. مش هو ده التغير اللي هو كان ايه وبقى ايه؟ فتقول لي فاينل ناقص انيشال، اتنين ناقص واحد مش ده يجيب لي التشينج ان انترنال انرجي بلس التشينج اوف انثالبي، بس ما بين مين ومين؟ ما بين الماس اللي داخله واللي خارجه، بلس التشينج في الكاينتيك انرجي بس ما بين مين ومين؟ الماس اللي داخله واللي خارجه، بلس التشينج في البوتنشال انرجي ما بين الماس اللي داخله واللي خارجه. واضح؟ وبقت المعادله بالشكل ده، دي اسمها الصوره بتاعت الفيرست لو اوف ثيرمو دايناميك. الحقيقه احنا عملنا ايه بقى؟ احنا خلينا دي اللي هي ورك ان ناقص ورك اوت خليناها مجموع الشغل. واحد يقول لي ازاي مجموع الشغل يا باشمهندس؟ هقول لك. لما تراعي الساين رول، لما تراعي الساين رول قاعده الاشارات، مش الشغل داخل بياخد اشاره نيجاتيف وخارج بياخد اشاره بوزيتيف؟ هتقول لي اه. هتقول لي اذا ده مش مجموع الشغل يا باشمهندس، ده ناقص مجموع الشغل. هقول لك صح. يبقى ده ماينس ايه؟ ماينس مجموع الشغل. صح ولا لا؟ لان الورك اللي خارج بوزيتيف ده ايه؟ نيجاتيف، واللي داخل بياخد اشاره نيجاتيف صح؟ ده ايه؟ بوزيتيف. فلو خدنا نيجاتيف، ابص عشان اوضحها عشان ما حدش يتوه مني، لو خدنا نيجاتيف كومن مش يطلع لي كده ورك اوت ماينس ورك ان؟ صح ولا لا؟ وطبعا دي تنزل زي ما هي هنا اهي، اللي هي مين؟ الهيت اللي داخله ماينس الهيت اللي خارج اهو. ما عملتش حاجه انا. عارفين ده مين بقى؟ ها ده مجموع الهيت بس بمراعاه الساين رول. الهيت اللي داخله بوزيتيف واللي خارجه نيجاتيف لما تجمع باشاراتهم يطلع لك ان ماينس اوت. واضح؟ طيب ماينس مين ده بقى؟ ده مجموع الورك بمراعاه الساين رول. الورك اللي خارج بوزيتيف واللي داخل ايه؟ نيجاتيف، لما تجمع يطلع لك اوت ماينس ان. واضح؟ يساوي فرق الانترنال انرجي ما بين واحد واثنين بلس فرق الانثالبي ما بين ان واوت بلس فرق الكاينتيك انرجي ما بين ان واوت بلس فرق البوتنشال انرجي ما بين ان واوت. واضح يا جماعه؟ ده الشكل اللي احنا بنتعامل بيه للفيرست لو اوف ثيرموداينامك. عايز تتعامل بالشكل ده لازم تراعي قاعده الاشارات. عايز تشتغل بالشكل ده اللي هو بالازرق مالكش دعوه بقاعده الاشارات. واضح؟ يعني هنا اجنور ساين رول وانت بتعوض، انا باكد اهو، ها هنا كونسيدر ساين رول. واضح يا جماعه الكلام ماشي ازاي؟ تركز. طيب الكلام ده للجنرال سيستم، خلينا بقى ناخد المعادلة دي اللي هو مين؟ دي المعادلة بتاعت لو السيستم open unsteady state unsteady flow system. آه طب بصوا بقى، هو لو كان closed system مش ده النوع التاني؟ لو كان closed system هل المعادلة هتبقى بالشكل ده؟ الحقيقة لا، لأنه لو كان closed system مش هيبقى فيه دخول وخروج كماس، وبالتالي المعادلة هتنتهي بالشكل ده. مجموع الهيت ماينس مجموع الورك يساوي فرق الانترنال انرجي بين اللي كان موجود واللي بقى موجود جوه السيستم اهو. لانك بتكلمني على سيستم معايا في ام واحد هي نفسها ام ايه؟ اتنين. ما خلي بالكم ام واحد هي نفسها ام اتنين، مفيش حاجه تتغير لان ده كلوز سيستم. فانت بقى بتقول لي في هيت داخل وفي ورك داخل، ماشي، في هيت خارجه اوكي، في ورك خارج، مش ده ما يمنعش ان هو كلوزد، لكن ام 1 تساوي ام 2 لان مفيش ماس دخلت ولا خرجت. في الحاله دي بقى ها هتلاقي الترمات الثلاثه اللي على اليمين دول بزيرو، اللي هما دلتا اتش ما بين ان واوت، ودلتا كايناتك ما بين ان واوت، ودلتا بوتنشال ما بين ان واوت. فالمعادله هتنتهي بالشكل اللي انا مبروزه ده. واضح؟ وبرده باكد كده، يبقى انت لازم تاخد في اعتبارك الساين رول. اتفقنا؟ نيجي بقى ليه
تالت سيستم اللي هو مين؟ الاوبن بس ستيدي ستيت ستيدي فلو سيستم. مش ده احنا عارفين يعني ايه ستيدي ستيت ستيدي فلو؟ يعني انا عندي سيستم اهو صح، داخل له ماس تمام، خارج منه ماس تمام، ها بس ام 1 تساوي ايه؟ تساوي ام 2. وعلى فكره هي الانترنال انرجي 1 تساوي الانترنال انرجي 2، لانك بتقول لي ستيدي ستيت يعني الحاله ثابته، يعني اي حاجه جوه حدود السيستم ثابته، يعني الكتله ثابته والطاقه بتاعت الجزيئات دي ثابته صح؟ تمام. ممكن بقى يبقى داخل ايه؟ ورك، او داخل هيت، ممكن يبقى خارج ايه؟ ورك او خارج هيت. عارف المعادله تبقى عامله ازاي بقى؟ اهي بص، ارجع للحاله العامه اهي، لما نعوض في الحاله العامه اللي فوق دي دلتا يو بزيرو، هي مش يو واحد تساوي يو اتنين؟ يعني معنى كده ان ستيدي ستيت ستيدي ستيت بتعني ايه لو الناس فاكره؟ كانت بتعني ان يو واحد تساوي يو اتنين، وبالتالي دلتا يو من واحد لاتنين بكام؟ بزيرو. طب ستيدي فلو كانت بتعني ايه؟ كانت بتعني ان ام دوت ان تساوي ام دوت اوت، صح ولا لا؟ طيب لما تيجي بقى انت تشيل دلتا يو من المعادله دي يتبقى لك ايه؟ هيتبقى لك الاتي، ان مجموع الهيت ماينس مجموع الورك يساوي فرق الانثالبي ما بين داخل وخارج بلس فرق الكاينتيك ما بين داخل وخارج بلس فرق البوتنشال انرجي ما بين داخل وخارج. ودي المعادله بتاعت الاوبن ستيدي ستيت ستيدي فلو سيستم. برضو هاكدها، كونسيدر الساين رول، وهنا اهو تاني اهو، كونسيدر خد في اعتبارك وانت بتعوض الساين رول، اتفقنا؟ بالمناسبه هي المعادله بتاعت الاوبن ان سي دي المعادله العامه، انا ممكن استخدمها وعوض دلتا يو بزيرو يبقى ده لو ستيدي ستيت، اعوض الثلاثه التانيين بزيرو يبقى ده لو ايه؟ ستيدي كلوز سيستم، كله موجود يبقى ده اوبن ان ستيدي، اتفقنا؟ في مشكله في الكلام ده؟ هكمل معاكم ان شاء الله في فيديو تاني، شكرا جدا ليك.